حياكم الله مشاهدينا وينما كنتوا تتابعونا وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. أمسي على طبعا كل العاملين في هذا البرنامج وزملائي الموجودين معنا هنا داخل الاستوديو أو بالكنترول وزميلي فايز. مساء الخير. مساء الخير مشاعل، وأمسي على كل من يشاهدنا عبر شاشتنا الفضائية الكويتية من المحيط إلى الخليج. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في تلفزيون دولة الكويت ومساء الخير يا كويت، اللي راح نقدم لكم فيه مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقامة داخل وخارج دولة الكويت، وأيضا لدينا ضيوف راح يكونوا مميزين، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الفروانية أخلاقيات المهنة والمستجدات في الممارسات الطبية، ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت عنوان أخلاقيات المهنة والمستجدات في الممارسات الطبية، عقد المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الفروانية تحت رعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وبرئاسة مدير مستشفى الفروانية الدكتور حمود الزعبي. يقيم مستشفى الفروانية مؤتمره العلمي الأول، وذلك تحت رعاية معالي وزير الصحة الموقر. المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على قواعد أخلاقيات مهنة الطب وكافة المسائل ذات الصلة بالسلوك المهني، كما يهدف المؤتمر إلى نقل الخبرات ومتابعة أحدث المستجدات وآخر ما توصل إلى العلم في مختلف المجالات الطبية. طبعا راح يكون هناك عدة محاور المؤتمر، حيث يناقش ست محاور طبية أساسية في عدة تخصصات. أولها المستجدات أمراض الحساسية والربو، أخلاقيات المهنة الطبية، مستجدات علاج العقم، ومستجدات الأوبئة وطب الطوارئ، وكذلك يناقش علاجات السمنة وأيضا مستجدات التدخلات التشخيصية والعلاجية. يعتبر مؤتمرنا اليوم أحد أنشطة اللجنة العلمية، كان النشاط الأول أقمناه في العام الماضي في ديسمبر 2014، واختصاصات اللجنة العلمية ليس فقط إقامة المؤتمرات والأنشطة العلمية، ولكن كذلك تشجيع البحث العلمي، إقامة وتشجيع الدورات التدريبية والتثقيف الصحي. كما قامت اللجنة العلمية أيضا بتنظيم لقاء شهري لأقسام المستشفى، يقدم فيه كل قسم أحدث المستجدات للعلاج وللتشخيص في مجاله، وكذلك قامت بتحديث الموقع الإلكتروني للمستشفى وإضافة جميع الأنشطة العلمية والإعلانات لأي نشاط علمي عن طريق هذا الموقع. ناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية، وعلى رأسها مواكبة المستجدات العلمية الخاصة بمهنة الطب، والذي أصبح ضرورة مهنية وأخلاقية تعود بالنفع على الطبيب والمريض. معكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت، حيث تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار معا ضد الفساد، والذي تخلله ندوة حول النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية، وعرض أيضا مرئي عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد. خلونا نشوف التقرير ونرجع.
العامة لمكافحة الفساد والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي الذي حضره الأمين العام المساعد في الهيئة العامة لمكافحة الفساد للشؤون المالية والإدارية عبد العزيز المنصور ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبد الرسول السلمان وعدد من قيادات الجهتين. من استراتيجية الجمعية الكويتية التشكيلية التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والعالمية، وفي حفلنا في هذه الليلة الحقيقة نتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونقيم معرض تحت رعايتهم بمناسبة يوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الحقيقة يوم 9 اليوم الأربعاء، مع ونحتفل مع كل الأقطار في الدول العربية والعالم. شاركت بعملين بنوعين مختلفين من المسابقة. الموضوع الأول عن حماية البيئة، والنوع الثاني عن الفساد والرشوة وشلون استخدمت الديجيتال آرت مع التصوير في إظهار الصورة. تضمنت الاحتفالية معرضا للصور الفوتوغرافية المميزة للمشاركين والبالغ عددهم 35 فنانا وفنانة. وختاما تم تكريم المشاركين في المسابقة. أعزائي أهلا بكم إلى محطتنا الحوارية الأولى، وحول ملتقى تمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية. يسرنا أن نلتقي المحامية هنادي جاسم نعماني رئيس لجنة المنارات بمعهد المرأة للتنمية والسلام، وحول ملتقى تمكين المرأة العربية الكفيفة. أستاذة هنادي أمسي عليك بالخير. مساء الخير، يعطيكم العافية. بداية نعطي السادة المشاهدين فكرة حول هذا الملتقى. طبعا هذا الملتقى هو الملتقى العربي الأول الذي يخدم المرأة الكفيفة العربية، تقيم تحت مظلة معهد المرأة للتنمية والسلام برئاسة الأستاذة المحامية كوثر الجوعان. طبعا يستهدف الملتقى المرأة الكفيفة العربية، وكما كذلك أولياء أمور المرأة الكفيفة، الهيئة التدريسية والطاقم الإداري، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالإعاقة البصرية مثل الوزارات والمؤسسات والجمعيات والاتحادات التي تتعلق بالإعاقة البصرية. نعم، لو بنحدد أستاذة هنادي المشاركين تحديدا والموضوعات التي سوف يتم طرحها في هذا الملتقى. المشاركين هم راح يكونون دول الخليج كافة طبعا، بالإضافة إلى دول المغرب وتونس والسودان ومصر ومن الولايات المتحدة. راح يكون المشاركين هو مثل ما قلت ذكرت اللي هو يهدف المرأة الكفيفة. نعم. يستهدف أو من أهدافه هو تعزيز أدوار المرأة العربية الكفيفة في الحياة العامة. أيضا إبراز أدوار المرأة العربية الكفيفة على مختلف الأصعدة، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية. كذلك تبيان المعوقات والمشاكل التي تعترض مسيرة المرأة الكفيفة بكافة فئاتها العمرية. أيضا توجيه الاهتمام الرسمي والشعبي العربي بالقضايا وشؤون المرأة الكفيفة. أيضا من أهدافها هو الإعلام ودوره في إبراز نشاطات ونجاحات المرأة العربية الكفيفة. كذلك راح نناقش في قانون الدولي. وأيضا في عندنا راح يكون في قضايا اقتصادية وإبراز بعض التجارب
تجارب الزواجات الناجحة للمرأة الكفيفة بالمجتمع الخليجي. جميل. طيب كيف تتضافر الجهود من أجل تمكين المرأة الكفيفة يعني داخل الحياة الاجتماعية؟ طبعا هذا كله يكون دائما من خلال الندوات والمؤتمرات والورش العمل اللي تكون في الورش العمل الدولية. نعم. أيضا من خلال الإعلام إذا كان طبعا يبرز لازم دور المرأة الكفيفة من خلالها ممكن نبرز اللي هي القضايا اللي تهم المرأة. كذلك راح يكون من خلال الاجتماعات الدورية اللي تكون ومن خلال الندوات والمحاضرات. جميل. يعني نقدر نقول أن تبوأت المرأة يعني العربية الكثير من المناصب. إلى ما تطمح المرأة العربية الكفيفة؟ طبعا ولله الحمد المرأة العربية بصفة عامة وصلت إلى المناصب القيادية. نعم. أيضا الرجل. بالنسبة للمرأة الكفيفة ما زالت تطمح للوصول إلى القيادة، لكن للأسف لم تحظى لها أنها تحصل على أي مركز قيادي. المراكز الوحيدة يمكن اللي وصلت لها يعني مرحلة الدكتوراه، لكن لم تتبوى أي منصب إداري أي منصب قيادي إلى الآن. نعم. ممكن نقول إنه هو منصب إداري داخل المدارس، لكن هذا ما يكفي. يعني إحنا نطمح إن إحنا نكون أفضل من كذي. نعم. طيب نتكلم عن قصتك وإصرارك على حصولك على المحاماة. طبعا المحاماة هذا كان حلمي من أول ما تخرجت. كنت أنا العربية الوحيدة اللي اجتزت لسانس الحقوق. أيضا بعد ما حصلت على شهادة رخصة المحاماة أيضا. نعم. كنت العربية الأولى اللي أحصل على رخصة المحاماة. طبعا مو بسهولة، كان إحنا دراستنا وقتها ما كانت الكتب عندنا مهيئة. كنت أنا أكتب الكتب بطريقة برايل، أخذها كتب عادية ومن بعدها كنت أسجلها على أشرطة كاسيت. نعم. وبعدين كنت أفرغها على طريقة برايل. طبعا حتى الحين بالنسبة للمحاكم مو بسهولة، لكن الحمد لله قدرت أجتاز هذه المرحلة ونزلت المحكمة وصرت أفرق بين أوراقي الخاصة وبين الملفات وبين المحاضر وغيرها، طبعا باستعانة إلى طاقم السكرتارية اللي موجود معي وبالإضافة إلى استخدام جهازي اللي هو بين إيدي. والحمد لله قدرت أن أوصل يعني، وإن شاء الله نصل الأفضل إن شاء الله. يعني شنو وين طموحك استاذة؟ باذن الله انا مفكره باذن الواحد الاحد ان افتح مكتب خاص فيني بعد نهايه فتره التدريب. نعم. طيب الرساله اللي تبين توصلينها حق المجتمع؟ بدايه وقبل كل شيء احب اوجه دعوه، لان الافتتاح راح يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله الملتقى الساعه 5:30 مساء في المكتبه الوطنيه. نعم. راح تكون الدعوه عامه. اوجه دعوه للجمهور الكريم للمشاركه المراه الكفيفه والتعرفه عن قرب عن الطاقات والامكانيات اللي تتمتع فيها المراه الكفيفه بصفه عامه، والعفو المراه بصفه عامه والمراه الكفيفه بصفه خاصه. أيضا أوجه دعوة إلى المجتمع لإتاحة الفرصة للمرأة بكل مجالاتها ومحاولة إن أعطائها الفرص إثبات وجودها في كل المجالات وعلى كل الأصعدة. نعم. إحنا طبعا نتمنى لك كل التوفيق، ويعني نشكر وجودك أستاذة هنادي. إذا حابة تقولين كلمة أخيرة. طبعا أشكر الأستاذة كوثر الجوعان على حضنها لنا إحنا كفيفات، وهذا يعتبر المعهد الوحيد اللي عنده هذه اللجنة اللي هي الخاصة بالمرأة الكفيفة، لجنة المنارات، وانشأت هذه اللجنة من عام 2006. أشكرها الشكر الجزيل وعلى هذا المجهود الذي قاعد تتعب من خلاله لإعطائنا الفرصة، وعلى إقامة هذا الملتقى الذي كان نتيجة وثمرة تقريبا تعب لمدة 3 سنوات، لكن كان كل مرة طبعا يكون في أحداث وغيره وكان يتأجل الملتقى، وإن شاء الله سوف يرى النور. ورح يكون طبعا الملتقى تحت رعاية أستاذة هند الصبيح وزير الشؤون وزير الشؤون الاجتماعي والعمل، وإن شاء الله راح تكون في المكتبة الوطنية،
ورسالة شكر للجميع. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب أيضا الملتقى نتمنى لك كل التوفيق. إذن أعزائي أكيد مستمرين معكم، وننتقل إلى مركز تقويم وتعليم الطفل الذي لا يألو جهدا في تقديم المزيد من التطور والتحديث من خلال البرامج والأنشطة التعليمية الجديدة لمنتسبي من الأطفال. وتعليم الطفل يقيم ورشة عمل تدريبية للمعلمين، والتي من شأنها إكساب معلمين المركز الخبرات اللازمة لتعليم الطفل ومواكبة مستجدات العملية التعليمية، وكذلك متابعة البرامج العالمية التي تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية واستقطاب أصحاب الكفاءة والخبرات العالمية للاستفادة من هذه الدورات بشكل أفضل. تدريس الفعال للمفردات، ومثل ما نعرف إذا الطفل أو الطالب ما يعرف المفردات رح يكون صعب عليه القراءة، رح يكون صعب عليه الفهم. فاليوم رح أتعلم أولياء الأمور، رح أتعلم المعلمين استراتيجيات تعليم المفردات، ليس بالطريقة التقليدية إنما بالطريقة اللي هي مسوية عليها بحوثها. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. الاعمال التطوعيه لها مردود ايجابي في كافه المجالات، واليوم يسرنا ان نتوقف عبر محطتنا الحواريه التاليه مع الاستاذه اميره عزام رئيسه نادي الصحافه والاعلام. طبعا بدايه ارحب فيها واهلا وسهلا فيك في مساء الخير الكويت. في البدايه اهلا وسهلا فيك في مساء الخير الكويت. مساء الخير على الكويت وهلها، مساء الحب لديرة ساكنة عيني. الله الله الله، ما شاء الله، هذا ترحيبي. اجمل ترحيب هذا. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. استاذه اميره، يعني في البدايه ايضا والساده المشاهدين، نحب ان نبارك لاخواننا واشقائنا في مملكه البحرين عيدهم الوطني المقبل. يا ليت تحدثينا عن التطوع اللي قمتي فيه والنشاط اللي تقومي فيه الان. ان شاء الله باكر عندنا حفل بنهديه حق مملكه البحرين الشقيقه. اهداء عباره عن اهداء لاغنيه وطنيه اسمها دانت العرب، وفيلم تسجيلي اسمه من قلب البحرين. الفكره جاءتني كنت قبل 3 أعوام في زياره للبحرين الشقيقه، وايد حبيتها. كنت ايام احتفالاتهم الوطنيه كتبت اغنيتهم وخليتها فتره طويله عندي بالمكتب، وكنت ادندنها بعض المرات في السياره واخليها وما دريت عنها. وفجاه كنا قاعدين نشتغل حاليا على من شهر 6 اللي طاف نشتغل على فيلم حق الكويت، كان عبارة عن أوبريت سينمائي. إن شاء الله راح نقدمه في فبراير القادم. نشكر معالي وزير الإعلام إنه بيكون إن شاء الله تحت رعايته. أثناء ما أنا قاعدة أدرب الأطفال، في واحدة منهم ما كانت عارفة الفرق بين الطاء والضاء. طبعا إحنا مرات نتعرض لتقديم دروس عن النحو، بما أننا نتوجه لتعليم الصحافة والإعلام تدريب الأطفال أو النشأ عليه، فكان من بين الحروف اللي كان دايماً يتخربطون فيها الصغار اللي هي الطاء والضاء، فكان في مقطع في أغنية البحرين اللي هي طاء طوايف السعد، فكل ما تغلط البنت بالطاء فأرسم لها إياها وأغني المقطع لها، فحبوها المقطع الأغنية وقالوا أبلا نبي نغنيها. قلت لهم أوكي، فبدينا نغنيها ونلحنها، فقلنا ليش ما نسويها أغنية نهديها حق مملكة البحرين هالسنة. فشجعوني وتحملنا احنا وسويناها بالاستديوهات ودربنا عليهم الأطفال، وبعدين صورناها. وبعد بما أننا صحافة وإعلام فكرت قلت ليش بعد ما أروح للبحرين سوي فيلم تسجيلي عن أهم الأماكن السياحية، فيها مقابلات مع أهم المسؤولين هناك. يعني هذا فيلم غير موضوع باكر اللي هو الاحتفال في العيد الوطني غدا إن شاء الله. الاحتفال باكر إن شاء الله رح يعرض الأغنية الوطنية والفيلم التسجيلي. ممتاز، اللي أقمتيه الفيلم اللي صورتيه وأقمتيه. نعم. باكر إن شاء الله يعرض إن شاء الله. طيب من المشاركين في هذا الحفل؟
طبعا الحضور خلال الأسبوع اللي طاف وجهنا دعوات حق جميع المسؤولين من سفارة البحرين والملحق الثقافي، السفارات العربية، حتى بعض السفارات الأجنبية، طبعا أهم شيء رؤساء تحرير الجرائد، نادي الصحافة والإعلام، تقريبا اللي يعزون علينا كلهم ما قصرنا في دعوة أحد. وأنا من هذا المنبر أدعو كل من يحب أنه يحضر حيا الله. ما هو إهدائك لمملكة البحرين الشقيقة أستاذة أميرة؟ إهدائي الأول هو دانة العرب، وهي الأغنية الوطنية كانت من كلماتي والحاني، وأدائي مع الأطفال الثلاثة اللي هم عالية وغالية وغاية، وبمشاركة بعض الأطفال إن شاء الله باكر تتعرفون عليهم وتشوفونهم اللي كانوا ويانا بالفيديو، ووايد تعبوا وياي ما قصروا هم وأهلهم. صورنا على شارع الخليج العربي، وأشكر وزارة الداخلية العميد عادل حشاش، وايد ساعدونا الدوريات كانوا متواجدين العميد ويانا. عادل حشاش نعم. كانوا أرسلوا الدوريات الأمنية متواجدين ويانا طول اليوم، وكان يوم جدا رائع وممتع. هذا بالنسبة للأغنية صورناها وقعدنا عليها فترة وحبوها البنات، وحتى كل اللي كانوا مرين يومها على شارع الخليج العربي كانوا يوقفون ويحاولون يعني يصورون ويشاركون، وفرحانين إن في شيء حق البحرين بنسوي. ممتاز. هذه العملية وهذه الترتيبات يبيلها تنسيق مع إخواننا المسؤولين في مملكة البحرين، هل تم التنسيق معهم مع المسؤولين؟ بالتوجه إلى البحرين تشرفت بلقاء سعادة المدير العام لصرح الميثاق الوطني دكتورة خولة المهندي. صراحة بدونها يمكن ما كنت أقدر أسوي ولا شيء، لأن الفيلم تماما من الألف إلى الياء كانت هي مشرفة عليه، وساعدتني في المقابلات، في اللقاءات، في اختيار الأماكن السياحية، في أفضل اللقطات، حتى في مونتاج الفيلم نفسه ساعدوني فيه، ما قصروا صراحة. خلال 9 أيام كنت أنا متواجدة في البحرين، كان من الصبح إلى الليل يتابعون وياي. ممتاز. وشلون كان الاستقبال هناك؟ صراحة أنا يمكن إنسانة بسيطة، بس حسستني إن أنا شيء وايد كبير. كان بروتوكولات رسمية، احتفالات، غذاء على شرفي، يعني وايد وايد أشياء قاموا فيها، ما قصروا وياي خلال 9 أيام كاملة، بداية من الاستقبال وحتى الانتهاء. كان فريق بحريني مميز، أشكر كل الأخوة البحرينيين اللي ساعدوني في المقابلات ودلوني على الأماكن، خاصة إن هي تعتبر المرة الأولى اللي أمشي فيها في البحرين بروحي وأدل فيها كل مكان، فجدا أشكرهم صراحة. يعني اكتشفت البحرين. نعم. ما شاء الله عليك أستاذة. يعني شنو الرسالة اللي توصلينها لإخوانك من الشباب والشابات اللي قاعد يشاهدونا الآن عبر برنامج مساء الخير يا كويت، خصوصا في الأعمال التطوعية، خصوصا أنت قاعد تقدمين عمل تطوعي جبار. أستاذي، هي وايد كانت مرحلة صعبة، مو سهلة، بس الإحساس بالسعادة وأنت قاعد تسوي شيء، صح إحنا تكبدنا ماديا، ولكن اللي قدم لي الدعم المعنوي أشكرهم كلهم، سواء سعادة دكتورة خولة أو سواء اللي ربعي اللي وايد يحبوني ودعموني، وقالوا بالعكس يعني حاسين إن تقدري تسوين وايد أشياء حلوة، فكل اللي دعموني أنا أشكرهم، لأن حسيت بالسعادة وأنا قاعدة أقدم شيء باسم الكويت اللي أنا من يوم دشيتها أقسمت إني أنا أرفع راسها وأرفع علمها وأقدم لها شيء وايد حلو، وهذه كانت هدية باسم الكويت حق شقيقتها مملكة البحرين. كل الشكر لك على تواجدك معنا أستاذة أميرة عزام. في سؤال ما سألناك إياه، في إضافة حابة تضيفينها لك يعني وقت معين؟ حابة بس أذكر شيء حلو. نعم. إن أكثر شيء تعلقت فيه بالبحرين هو صرح الميثاق الوطني لأسباب كبيرة. أول شيء عندهم ساعة، تعرف أخوي برج التحرير؟ نعم. الساعة تشبهها وايد ساعة الصرح تقريبا نفس الشكل، فيمكن هذا مش من الأشياء الجميلة اللي أنا لقيتها بالبحرين ألفتها، هذا من الخارج خاصة بالليل يصير الإضاءة نفس الإضاءة الحمراء، نفس الشيء لما تدش داخل الصرح رائحة العود مميزة جدا. شنو هو الصرح؟ شنو فكرته؟ أن أسماء جميع البحرينيين في فبراير 2010 كتبت على الجدران، جدا الطيور والمناظر رائعة. ممتاز. إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التربوية والتعليمية، لأنه يتبع وزارة التربية. ممتاز جدا. اللي تفيد الأطفال هناك. طيب. شاكرين تواجدك معنا أستاذة أميرة عزام، كل الشكر لك في مساء الخير الكويت.
كل شكري واحترامي لتلفزيون الكويت ومشكورين كلكم. الله يسلمك. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل إذا موضوع آخر ومواضيعنا مختلفة وأنشطتنا وفعالياتنا اللي نقدمها لكم خلال مساء الخير يا كويت. مشاهدينا الكرام تتوالى موضوعات مساء الخير يا كويت، وعبر التقرير التالي سوف نتابع تمرين شامل اثنين للإدارة العامة للأطفاء. الإدارة العامة للإطفاء بحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وبمشاركة 11 جهة من مؤسسات ووزارة الدولة، تقيم تمرين شامل اثنين، وذلك في منطقة الجليعة النقطة الأمنية، وذلك بحضور سعادة محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح وقادة الجهات العسكرية والمدنية. في البداية تحدث مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف عبدالله الأنصاري حول تمرين شامل اثنين وأهدافه. إن ما ترونها أمامكم عبارة عن ملحمة سيقوم بتنفيذها عدة فرق متخصصة ومؤلفة من سواعد كويتية من أبنائكم المخلصين لوطنهم العظيم، كما قام برسمها وإعدادها فريق يتكون من نخبة من العسكريين والمدنيين وأيضا من أبناء هذا الوطن. ولا شك أن الفخر يزداد عندما يكون المشرف على هذا التمرين أخوكم اللواء خالد المكراد. أهلا بكم من جديد، وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بافتتاح مسجد موضي بمنطقة الصديق، الذي يعد صرحا إيمانيا جديدا وبيتا من بيوت الله يفتح أبوابه لضيوف الله. نثمن طبعا جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونتابع معا هذا التقرير. قدم الشيخ والداعية الإسلامي من المملكة العربية السعودية الدكتور خالد الجبير محاضرة قيمة، وذلك بمناسبة افتتاح مسجد موضي بمنطقة الصديق بجنوب السرة، بحضور وزير الأشغال الدكتور علي العمير والوكيل المساعد لقطاع المساجد الدكتور وليد الشعيب ومستشار وزير الأوقاف الدكتور عبدالله الشريكة ومدير إدارة مساجد حولي الدكتور خالد الحيص وكوكبة من علماء الكويت وفقهائها. وفي هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك مسجد موضي الواقع في منطقة الصديق قطعة 4، نفتتح هذا المسجد المبارك وعلى نفقة الأخوان المتبرعين على رأسهم السيد محمد المطيري أبو سعد في هذا المسجد المبارك. تفتتح إدارة مساجد محافظة حولي وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب الصانع، تفتتح هذا المسجد المبارك، وخلال الافتتاح وبعد قليل سنكون يعني في محاضرة شيقة إن شاء الله مع فضيلة الدكتور خالد الجبير الذي أتى مستضافا في هذه البلد استضافة كريمة من السيد محمد مطيري الذي تكفل بشؤون هذا المسجد وتبرعا منه لهذا المسجد مسجد موضي. ربي
يقول على لسان نبيه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وهذه يا أخوان تكفيني أنا وإياكم أن نقف عندها، ووالله لو ما قلت إلا هذه الآيات تكفيني أنا وأنتم موعظة، ولكن سأدندن حولها لعل الله يفتح على قلبي وقلوبكم، اللهم آمين. إنها آيات من سورة الشعراء، وقف عندها خاطب بها إبراهيم ربه، وهو إبراهيم من إبراهيم خليل الله، وقف ينتفض خشية الله من خشية الله ويخافه، فقال يخاطب ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا إبراهيم يقول هذا الكلام، فما حالي وحال المقصرين أمثالي؟ نعم يا أخوان، إذن القضية كلها تدور على هذا القلب السليم، كيف أجعل قلبي وقلوبكم سليمة؟ استلمتها أنا وأنتم سليمة، فمهمتي أنا وأنتم في هذه الدنيا أن نسلمها سليمة. أهلا بكم. احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتكريم كوكبة من المتفوقين من منتسبي دور القرآن الكريم. نتابع معا مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أترجة السلمية رجال قامت حفلة تكريم الدارسين الفائقين للعام الدراسي 2014-2015، وذلك تحت رعاية مدير إدارة الدراسات الإسلامية وبحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإيتاء فضل من الله عز وجل ومنا، بل إن ذلك الإيتاء مبني على اصطفاء، قال تعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. ولو أردنا أن نسرد الأحاديث والآثار في فضل القرآن وحفظه وتلاوته ومدارسته لطال بنا المطالب، ولكن نقول: أليس ذلك من فضل الله ورحمته بكم أن اختاركم واصطفاكم وجعلكم من أهل القرآن حاملين لواءه؟ وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولذلك كله كانت أترجة القرآن حريصة على اختيار معلميها ودارسيها ومناهجها على حسب مستوياتهم للوصول إلى توظيف تلك النعم في مرضات الله وإنتاج أفضل حملة لكتاب الله سبحانه وتعالى. متواصلين معكم وفقرات برنامج مساء خير يا كويت، والحلو في هذا البرنامج يسلط دائما الضوء على كل ما هو جديد على الساحة المحلية سواء داخل الكويت وخارج الكويت، والاستعدادات خلاص بدأت على قدم وساق لافتتاح صرح مهم جدا وهو أستاذ جابر. بالفعل مشاعل، يعني أنا يعني سمعت حقيقة من الأخوان الإعلاميين اللي قاموا بجولة مع معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وأيضا الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أيضا قاموا بجولة يعني مميزة داخل استاد جابر. وحقيقة يعني اللي بلغوني إياه أن هذا الاستاد أجمل من استادات أوروبا كلها، يعني راح يكون من أجمل استادات العالم، والكاميرات المجهزة والأمور بالفعل الفنية المجهزة، يعني راح يكون إن شاء الله افتتاح وايد ضخم ويعني يليق بالانتظار اللي احنا طبعا انتظرنا طويلا لافتتاح هذا الاستاد. يعني قاعدين نسمع، انا حالي حالي قاعدين نسمع، اسمع شويه مني واسمع شويه منك، بس ايضا يعني بدت تقريبا الاستعدادات من اليوم.
بالفعل. من اليوم بدأت الاستعدادات لتأمين هذا الاستاد، وافتحوا أتوقع أيضا التذاكر على النت، حجوزات التذاكر على النت للي حاب أنه هو يحجز ويروح هناك. ويعني أكيد راح اليوم باكر أو بعد يعني الحلقات الجاية راح إذا يعني خذينا المعلومات مؤكدة راح تكون معنا أول بأول علشان نقولها في برنامجنا. خلينا نشوف التقرير هذا ونرجع. استاد جابر الأحمد الدولي، استاد رياضي كويتي متعدد الأغراض، يقع في محافظة الفروانية جنوب مدينة الكويت بمنطقة العارضية الصناعية بمساحة 400,000 متر مربع. كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للاستاد حوالي 60,000 متفرج كأكبر استاد رياضي في الكويت، والسابع عربيا وال25 عالميا من حيث السعة. ويتواجد حول الملعب مضمار لألعاب القوى وحوض السباحة وقرف للاجتماعات وخدمات للملعب، إضافة إلى مواقع لكل من الشرطة والإسعاف والإطفاء. ويتكون الملعب من 4 طوابق، الدور الأول مخصص لكبار الشخصيات إلى جانب مواقف ومهابط للمروحيات، أما الدور الثاني يتكون من القاعة الأميرية ومداخل الاستراحة الأميرية وغرفة الطبيب وقاعة الرئيسية الأميرية المطلة على الملعب، إضافة إلى متحف زجاجي لمجسم الملعب وغرف اجتماعات وغرف المطلة على الملعب و54 كابينة تتسع ل600 متفرج. ولم ينسى استاذ جابر الإعلاميين، حيث خصص لهم غرفا للتلفزيون والصحافة المطلة على الملعب وغرفة للمؤتمرات الصحفية مع ترجمة فورية ل3 لقاط و100 كرسي للصحافة و5 غرف للتعليق الإذاعي و6 استديوهات للبث التلفزيوني وغرفة تحكم بالتلفزيون والإذاعة وغرفة استديو تحليلي وغرفة كنترول وغرفة تحكم بلوحة النتائج والإعلانات، إضافة إلى مراقبة رئيسية مطلة على الملعب. أما الدور الرابع يؤدي إلى خدمات السقف والإضاءة المعلقة ولوحتي النتائج. كما يحتوي الاستاد على 6500 موقف سيارة في الداخل و26,000 موقف سيارة في الخارج. وقد صمم الشكل الخارجي للاستاد ليمثل البيئة البحرية للكويت المتمثلة بالبوم والبيئة البرية ممثلة بسرج الحصان، إضافة إلى السواري البحرية. كما يتواجد تحت أرضية الملعب أنابيب لسحب المياه من على أرض الملعب، ويتم إعادة تكرير هذه المياه لإعادة استخدامها. كما أضيف للاستاد شاشة عالية الوضوح تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث درجة الوضوح، ويحتوي على كاميرات عنكبوتية يمكنها التصوير والتحرك عموديا وأفقيا عبر مساحات الملعب.
أعزائي بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، باكر راح نلتقي معكم نفس الموعد. شكرا لكم، مع السلامة. شكرا ومع السلامة.